عن إيه؟ جبت البوليزاريو اللي بدا تناقضات صفوفها بدات منذ نهاية سنوات الثمانين، حتى ما من المنتصف، حيث كان بزاف يعني قياديين منهم أحمد بابا ميسكي كانوا تراجعوا. كان أحمد بابا ميسكي كان وزير الإعلام ذاك الوقت، رجع لموريتانيا، هو أصل موريتاني. أخرين كان اللي كان مسؤول أمن العسكري تاع البوليزاريو رجع للمغرب، ولا ما محل خذا مسؤوليه في مدينه العيون. لا بزاف اللي رجعوا وبقاو الى حد الان ناس اللي زاد في تقهقر البوليزاريو هو انعكاسات العصابة الحاكمة في الجزائر اللي تمارس في نوع من الضغط على البوليزاريو والضغط على الرهائن اللي راهم في تندوف. ولو تاع يأمروا فيهم طول دير هاك دير هاك وزيد، ما همش قادرين هما يحلوا مشاكلهم، كاش تحب تزيد انت مشاكل البوليزاريو عليك. هادو تاع العصابة الحاكمة في الجزائر. دونك العنجهية اللي تمارس فيها العصابة الحاكمة في الجزائر على البوليزاريو خلت الكثير من إطارة البوليزاريو يروح، اللي يرجع للمغرب يرجع للمغرب، واللي يروح لإسبانيا يروح لإسبانيا، كل واحد مش ناس ما بقاتش. اليوم تشوف ان البوليزاريو يرفض يعطيك عدد ما يسمونهم باللاجئين، هم رهائن، لانه كما قلت كيقول لك رهائن، مانيش راني نتبع واش يقولوا المغاربه ولا واش يقولوا الاخرين. نعطيك التعريف الدولي، اللاجئ ما تحطوش في مخيم ما عنده حتى مستقبل فيه، ما عنده حتى حلم فيه، ما يحلمش حتى يكسب دار، ما يحلمش يكسب عمل، ما يحلمش تكون عنده أفق غير هذيك اللي شوفها تاع الصحاري والرمل والحمادة. شي هذا هو اللاجئ. اللاجئ يجي تاخذ منه دليل انه مطارد في بلاده، انه عنده لو يدخل بلاده راح يتعرض للتعذيب، راح يتعرض للقتل، راح يتعرض. واللاجئ روح شوف اقرا اتفاقيات ذاكور تاع جنيف 52 و 900 و1000 وروح رد عليه اخويا. هذا هو اللاجئ. الناس اللي راهم في تندوف ولا واحد توفر فيه شروط اتفاقية جنيف 52، لأن ولا واحد فيهم معرض للتعذيب أو للإعدام أو للسجن لو يرجع لبلاده. حتى واحد. هذه الأولى. ثانية، اللاجئ تعطيه جواز سفر حرية تامة، وتعطيه بطاقة إقامة في البلد اللي أعطاه حق اللجوء، يروح على روح يحوس على خدمة، روح يحوس على خدمة، دبر راسه عنده جواز سفر مسجل عليه، وثيقة سفر مسجل عليه أن يسافر بها لكل دول العالم باستثناء بلده الأصلي. أول لاجئ. هل هذه شروط متوفرة في الناس المحتجزين في تندوف؟ لا لا. لو هذه الناس غدوة يعطيهم يخيروا
المخيل تروح ترجع للمغرب، وهنا تقعد تندف كاع يقول لك الروح يا خويا لو يشوف كاش راهي العيون كاش راهي الدخله ما يجي يحكاو لي انا اش تبعيني يعني ما تجيش تخرط عليا ولا. وهذه ماهيش للترويج ولا دعايه ولا بروباغندا للنظام المغربي، ما عندي حتى علاقه بالنظام المغربي، ما يعيش فيا ما يوكل فيا ما يشرب فيا ما يفيدني، مانيش محتاج له ماهوش محتاج لي. النظام المغربي عنده 40 مليون مغربي ومغربيه اللي يدافعوا عليه ويتكلموا عليه ويقول لك لا خلو. وانايا مانيش محتاج باش نروح للمغرب راهو هاك ولا اذا المغرب راهو مختف في حق هاد الناس والمختف في حق هاد الناس، وعلاش انا راح نجي ندافع على نظام ولا نوقف مع نظام نساند نظام اللي يحقر ولا اللي يقتلنا، وانايا ندين في نظام حقار مجرم قتال قتل 250 الف جزائري قتل 20 الف اخرين بدم بارد قتلهم المجرمين ديالو دمر البلاد سرق. النظام اللي عنده فوق ال 40 ل 50 جنرال في الحبس بدهم ترشوا والفساد، اكثر من 40 وزير ثلاث وزراء اوائل متهمين بالرشوه والفساد. وين رايح وين رايح اسي شتدي انا ندير في الاخر وبعد نجي نقف مع انسان نظام اللي يسجن في الناس على خاطر كتب في الفيسبوك كلمه. روح شوف في الجزائر شحال كان اللي راهم على جال فيسبوك على جال، وبعد نتكلموا على الناس اللي ليله اول نوفمبر يطالبونهم بالسجن على جال واحد. دونك نتكلموا عليهم. دونك باش نرجع لموضوع البوليساريو اليوم نسجلوا انه الاجتماع اللي تم في الامم المتحده حول تجديد عهده المينيرسو، وشفنا بانه اللائحه تاع الامم المتحده ما تكلمتش على استفتاء حق تقرير المصير، عليه على الإطلاق. ألور في وكالة الأنباء تاع البوليزاريو يجيب لك زوج خرايفات، شو كاش يتناقضوا؟ في الأولى تاع 30/10 يقول لك لانكاباسيتي دو لونو اي لاتيتود دو ليو يعني لونيون أوروبيان بريف لي صحراوي de leur droit à l'autodétermination. يعني عدم إمكانية الأمم المتحدة وموقف الاتحاد الأوروبي يمنع الصحراويين من حقهم في تقرير المصير. يعني واش معناه؟ أنه لونو والاتحاد الأوروبي يقولوا حكاية تقرير المصير ما بقاتش، كاين مقترح الحكم الذاتي لأيدينو هذا لا. من غدوة نهار 31 أكتوبر على الساعة الواحدة يحطوا لونو غيافيرم لو دووا دو بوبل الصحراوي على لوتو ديتيرميناسيون. أوي يعني تعاود قراءة جديدة تولي أنه لونو اللي قالوا عليها سون انكاباسيتي أبريفي الصحراوي دو دووا على لوتو ديتيرميناسيون، ولا يقول لك يعني أقل من 24 ساعة. الأولى داروها على 7:29 نهار 30 أكتوبر، نهار 31 أكتوبر على الساعة الواحدة يقول لك الأمم المتحدة تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وهذه كلها تحكي على لائحة خرجت في يعني في يوم واحد، يعني نفس اللائحة نفس اللائحة، يعني ماشي قال شيء جديد ولا شيء. هذا يدل على تناقضات اللي راهم يعيشوا فيها في البوليزاريو، يعني حتى وسائل الإعلام تاعهم ولات
يتناقض مع روحه. وخبر واحد يدير له قراءتين كما داروا العملية متفرج الجيرات سمارة، من جهة يقول لك هذا حركة بناء الشهداء، بعد الموضوع يقول لك البوليس قالوا يتبنى، ومن بعد اللي يضربوا في بعضهم قالوا علاش تبناوا. خلاص هذاك الانسجام اللي كان فيهم وهذاك التفاهم اللي بيناتهم خلاص. وزيد جماعة كلهم قالوا شي يثيقوا في النظام الجزائري، الأغلبية ما بقاش يشوفوا فيه نظام في حالة انهيار، نظام اللي 50 جنرال في الحبس، ويعني أي واحد غدوة قادر يكون في الحبس. لما داية عندك توفيق كان يقولوا رب تزير دخل الحبس، وجنرالات خلين دخلوا الحبس، وواحد كان بحبلش، كل المسؤولين اللي كانوا تاع الأمن الداخلي راه في الحبس، واللي كان في أمن الجيش المديرين المركزيين تاع أمن الجيش في الحبس، مدير الأمن الخارجي في الحبس، كل ضباط سامون في الحبس. خاش يعني غدوة شنقريحة قادر يكون في الحبس، شنقريحة قادر يكون في الحبس. غدوة كاتش ثقة في هذا النظام، ما عادش عندهم ثقة. درك تبقى حاجة، لو غدوة البوليزاري على ضوء ما حصل في سمارة تصنف حركة إرهابية، خلاص كل شيء، خلاص كل شيء. لأنه حتى لونروا يعني الوكالة تاع اللاجئين اللي تابع الأمم المتحدة، يكفي أنه المغرب يقول لهم مشيوا حقوا مع هاد اللاجئين، لأنه لونروا هي اللي تمد مساعدة، وكان لو كوميسار او ريفوجي المغرب غدو يطلب منه يقول له خلاص انه بوليزاريو راه راح يتخبى ما مش راح يبقاو يشتغلوا. قال روحوا شوفوا حقوا مع هاد الناس، اسكو هادما لاجئين ولا لا، صحراويين ولا لا، مغاربه ولا لا، علاش يمنعوا ما يخلوش اي ريسونسمون احصاء ولا كذا ولا يعطيك العدد، ما يحبوش. وهذا السر، لانه لو يدخلوا على السير المحافظه الساميه للاجئين، يدخلوا المخيمات تندوف، يبداو يسقسيو في الناس، يجيبوا لهم 10 طيارات ويروح، غير يقول لك روح، لأنه ماهيش المعيشة اللي راهم فيها، لأنه سي إبراهيم غالي في طيارة رئاسة الجمهور، رئاسة الجمهورية الجزائرية، رايح نيويورك، رايح أفريقيا الجنوبية، رايح لكدا، حوس، مرض السيد، طائرة طبية بـ40 مليون أورو، والشعب الجزائري يدير لها شمع الحليب، إيه. والشعب اللاجئين هذوك المحتجزين مساكن ما مش داخل، انت الشعب الجزائري ما صابش حليب تحب يصيبها لاخرها للي راه في تندوف. زيد تندوف الحركه التنمويه حابسه فيها، قول لي راهي حابسه في كامل البلاد، في كامل الجزائر راهي حابسه. دونك هذه حكايه اللاجئين وحكايه الرهائن وكذا، ما تطولش وتفرى وتبان، لأنه بنادم في موضوع كما هذا شوف الجانب الإنساني، الجانب السياسي نايل بوه عندي أنا، شوف الجانب الإنساني، الناس هذوك شراهم يسوفريو، الناس هذوك شراهم يتعذبوا، الجانب باش نجيب زيد باش من الجانب السياسي، عصابة ولاد حرام، عصابة عرية تستغل فيهم ضد الشعب الجزائري، تستغل فيهم ضد الشعب الجزائري. البوليزاريو اليوم أداة بين أيادي العصابة الحاكمة الجزائرية ضد الشعب الجزائري، باش كل ما زلت ما
تزير عليهم اللعب، قال لي روح اطلق زوج كرطوشات في المغرب ونوضوا حرب مع المغرب كيما الخطره. بون المغرب ما ينوض ما يدير حرب ما يدير والو، كيفي يجيبها لهم غير بالقانون. قولوا ربي يقدر الخير لبلادنا. على كل حال نعديو الاحتفالات بذكرى اول نوفمبر. شوف هذا بعد الفصل.